السلام عليكم. اليوم نروح لمنطقة الشراقة لنقف على زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى مشروع ربط مدينة الشراقة بمدينة عين بنيان على امتداد حوالي 6 أو 7 كيلومترات. وهنا نشوف منطقة عين بنيان هنا، وكذلك منطقة الشراقة، وهنا نشوف الطريق هذا. يعني هو في الحقيقة موجود الطريق هذايا، لكن الآن فيه الأشغال نتاع الإزدواجية نتاعو، وكذلك الأشغال نتاع تحسين المسار نتاعو، وفيه بعض المنشآت الفنية التي تم استحداثها. وهنا نشوف منشأة فنية هنايا، وهنا عندنا فيك تعطينا فكرة جيدة عن حجم الطريق هذا. نشوف هنا العرض نتاعو، وكذلك نشوف العرض نتاع الطريق هنا، فيه 17 متر، أي يعني طريق سريع. وكذلك نلاحظ الطريق القديم هنا، ونقارن بين الأحجام تاع الطريق القديم والطريق الجديد، نشوف يعني باش نعرف يعني القيمة نتاع الأشغال هذه تاع الإزدواجية تاع الطرقات. وكذلك في عمل نتاع تحسين المسار باش نقص من المنعرج هذا. إذا فيه أشغال نتاع إزدواجية الطرق هنا على هذا المحور هنا، وكذلك فيه كما قلنا تحسين المسار. هنا نشوف أشغال نتاع الإزدواجية تاع الطريق هنا، نلاحظ فيه أشغال إزدواجية نتاع الطريق. إذا اللي يربط مدينة شراقة ب هنا بشراقة بحي أو مدينة عين بنيان هنا في المنطقة هذه، إذا هذا هو يعني حالة الأشغال حسب الصور تاع جوجل. نخليكم تتابعوا الصور، آخر صور نتاع الزيارة نتاع والي ولاية العاصمة للمشروع في خلال هذا الأسبوع. إذا اترككم تتابعون، والسلام عليكم.